بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نعبر عن أسفنا وشديد حزننا ولاغتيال زميلنا الطبيب أحمد طلال في محافظة ديالى، وتؤكد وزارة الصحة أنه من صميم واجبها هو حماية منتسبي الوزارة بمختلف اختصاصاتهم وبالتعاون مع وزارة الداخلية، وأبلغكم اهتمام دولة رئيس الوزراء الشخصي بهذا الموضوع ومتابعته لهذا الموضوع، وإن شاء الله احنا متابعين لهذه القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. وزارتنا جزء من حكومة السيد السوداني، وبرنامجنا هو جزء من برنامج الحكومي، ومثل ما تعرفون حضراتكم البرنامج الحكومي هو برنامج قطاعي وبسلسلة من الإجراءات وعلى مختلف القطاعات، يتصدرها قطاع الخدمات، ومن أولويات قطاع الخدمات هو القطاع الصحي، كذلك مكافحة الفساد ومكافحة الفقر ودعم الاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة. هذا هو الخطوط العامة للبرنامج الحكومي. الخطوط العامة لبرنامجنا الوزاري هو أولاً تطبيق قانون الضمان الصحي وإكمال مشاريع المستشفيات العديدة المتلكئة، سواء اللي على الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة أو الخطة الاستثمارية للمحافظات ضمن تنمية الأقاليم، وتشغيل جزء من هذه المستشفيات الحديثة بنظام حديث باعتماد سياسة المشاركة مع القطاع الخاص، واللي أقصد به القطاع الخاص الأجنبي، وهي إدارة هذه المستشفيات من قبل شركات أجنبية متخصصة بإدارة المستشفيات، وتعزيز عمل المراكز التخصصية السرطانية والقلبية وغسل الكلى، إضافة إلى الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية وتغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية. هذه المحاور الخمسة هي محاور البرنامج الصحي ضمن البرنامج الحكومي. بالنسبة إلى قانون الضمان الصحي، هناك إجراءات تحتاج لإقرار الموازنة وإجراءات مقدمة للوصول إلى إقرار الموازنة. من ضمنها أصدرنا التعليمات رقم 1 الخاصة بالمرحلة الأولى من تطبيق قانون الضمان الصحي لاستهداف 300 ألف مواطن ضمن المرحلة الأولى اللي سميناها بالتشغيل التجريبي، وتشمل 150 ألف من عوائل الموظفين، زائدا 100 ألف من الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى تسجيل اختياري إلى 10% من المتقاعدين، وأيضا تسجيل إلزامي للمصابين بداء التوحد. وإذا أي سؤال لحضراتكم على الضمان الصحي لتفاصيله إن شاء الله بعد أن أكمل سرد ما أنجزت وزارة الصحة خلال 100 يوم، أنا مستعد أسمع هذه الأسئلة. فإذا أولاً أصدرنا التعليمات، ثانياً أكملنا متطلبات الربط الإلكتروني لهذا المشروع، وسنبدأ بدعوة الشركات بعد حصلنا على استثناء من مجلس الوزراء لدعوة الشركات، نبدأ بدعوة الشركات وإن شاء الله نكمل كافة المتطلبات لتوقيع العقد ويوقع العقد بعد إقرار الموازنة. كذلك أكملنا كل القضايا المتعلقة بنوعية الخدمات وتسعير الخدمات وقوائم الأدوية. ما يتعلق بإكمال مشاريع المستشفيات، لجنة الأمر الديواني 45 تتابع هذا الأمر بدقة، وهي برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد تميم وزير التخطيط، وإن شاء الله خلال الأسبوع الثاني و11/3 مستشفى البصرة الجديد مستشفى السياب جاهز للافتتاح، وفي 1/6 إن شاء الله يكون مستشفى ميسان الجديد جاهز للافتتاح. تأهيل المستشفيات ضمن هذا المشروع، المرحلة الثانية لإكمال تأهيل مستشفى الكاظمية بما فيها صالات العمليات تكون جاهزة يوم 15/3. في بداية الشهر الرابع مستشفى الكندي كملنا المرحلة الأولى، في بداية الشهر الرابع تكمل المرحلة الثانية، وكذلك في مستشفى ابن البلدي. ولدينا مشروع مع محافظة بغداد
لتأهيل عدد غير قليل من المستشفيات أيضا على مراحل. المرحلة الأولى تشمل مستشفى اليرموك والكرامة ضمن قاطع الكرخ، ومستشفى الصدر وفاطمة الزهراء عليها السلام في الرصافة، إضافة إلى لدينا مشروع مع الجهد الهندسي التابع إلى مكتب رئيس الوزراء لتأهيل مستشفى الطفل المركزي. وهناك مشروع في كل محافظة اختيار أحد المستشفيات القديمة لغرض تأهيلها، والعمل ماشي بالتواصل مع السادة المحافظين لإكمال تأهيل هذه المستشفيات ضمن هذا العام. بالنسبة إلى المراكز التخصصية، أعلننا إعلان لتوفير مراكز العلاج الإشعاعي لعدد من المحافظات التي تفتقر كلياً لهذه الخدمة، وهي ديالة وصلاح الدين، السماوة، مثنى، الديوانية، كركوك، بالإضافة إلى جهاز واحد في الموصل تعزيز. وأيضاً اليوم صادقنا على إحالة مركز سرطاني متكامل في محافظة الأنبار. بالإضافة إلى المراكز السرطانية الجديدة، تأهيل وتحديث الأجهزة الموجودة في المحافظات، وبدأنا بالحقيقة بتحديث هذه الأجهزة ضمن موازنتنا، وهذه ليس لها علاقة بموازنة عام 2023، ممكن أن نسير بها من الآن. في عمل المراكز القلبية أيضا أكملنا لحد هذه اللحظة خلال هذه الثلاث أشهر إن شاء الله اللي مضت تمكننا من تسريع وصول أجهزة كان متعاقد عليها من قبل الوزارة، ونصبنا لحد هذه اللحظة 8 أجهزة، 6 نصبت بالكامل و2 قيد التنصيب، اللي هي أجهزة قسطرة القلب، قسم منها هي لقسطرة تشخيصية وقسم منها قسطرة تداخلية، يعني اللي أقصد بها علاجية في مراكز قلب مختلفة من بغداد. ولحد هذه اللحظة عدد غير قليل من العقود المتعلقة بالمستلزمات القلبية جاهزة للتوقيع وبانتظار إقرار الموازنة ضمن برنامج تعزيز مراكز القلب المنتشرة على مختلف محافظات العراق. بالإضافة إلى الخدمات التخصصية أيضا ماشيين في افتتاح مشاريع الديلزة غسل الكلى في مختلف محافظات العراق. طبعا بالنسبة إلى الخدمات التي أنجزت خلال هذه 100 يوم، ثم تعرفون حضراتكم تأهيل المستشفيات، أكملنا المرحلة الأولى الكاظمية مستشفى الكندي، افتتحنا مركز القناة لعلاج حالات الإدمان، مركز القناة لعلاج حالات الإدمان، والآن جاري العمل على إكمال الموارد البشرية والتدريب لغرض افتتاحه لتقديم الخدمات، وهو مركز متميز ويعتبر من المراكز الرائدة في المنطقة وليس في العراق فقط. كذلك افتتحنا عدد من مشاريع غسل الكلى، واحد في بغداد وواحد في كركوك، والآخر افتتحنا أيضا مركز أو مختبر الرقابة الدوائية في البصرة أيضا خلال 100 يوم، ردها الجراحية للطوارئ ردها متقدمة وفق المعايير، بها صالات عمليات، صالتين عمليات، وبها أجهزة ناظورية، وهي ردها تعليمية أيضا في مستشفى بغداد. افتتحنا عدد من المشاريع الأخرى ما أريد أطيل عليكم، من ضمنها 12 عيادة شعبية خلال هذه 3 أشهر في أنحاء مختلفة من بغداد، والعمل جاري على افتتاح عيادات جديدة في المحافظات. مركز الحروق في محافظة الأنبار في قضاء الفلوجة من المراكز المتطورة أيضا تم افتتاحها. في البرنامج الحكومي الخاص بالمخدرات لأول مرة من فترة طويلة إتلاف هذه الكمية الكبيرة من المخدرات اللي هي بحدود 6 طن تقريبا، إضافة إلى ملايين الحبوب والقناني والشرابات اللي تم إتلافها حسب ما تعرفون حضراتكم قبل فترة، وأعلن للإعلام هذا الإتلاف. من ضمن توطين الصناعة الدوائية في العراق أكملنا وزارة الصحة ووزارة الصناعة ومكتب رئيس الوزراء أكملنا مشروع توطين الصناعة الدوائية في العراق، وقدمنا خلال هذه المشروع هذا المشروع الحقيقة تسهيلات كبيرة لمصنعي الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية من خلال الاستيرادات والعفاءات الجمركية، تسهيل عملية
إنشاء هذه المصانع، التعاقدات الخاصة بوزارة الصحة ومنح الإجازات. وخلال هذه المئة يوم بحدود 132 مليار دينار عراقي عقود وزارة الصحة مع المصانع الوطنية للأدوية سواء كانت الحكومية أو الخاصة. والآن لجنة دراسة العروض في الشركة العامة للأدوية تدرس 130 عقد أيضا خاص بالمصانع الوطنية. إحنا ماشيين باتجاه الدواء العراقي، الدواء الوطني جزء من تحقيق الأمن الدوائي في أي بلد بالعالم. أيضا من المنجزات العلمية اللي أحب أن أنوهلها أنه في دراسة البورد العربي المجلس العربي للاختصاصات الطبية أطبائنا العراقيين حازوا على أعلى نسبة من النجاح، وكذلك على أعلى نسبة من المراكز كالأول والثاني والثالث. أيضا لدينا خلال هذه المئة يوم لقاءات مع سفراء وتحدثنا معهم بخصوص الشركات، وكان قبل يومين وفد الشركات الألمانية ضمن اللجنة الألمانية العراقية، وحضرت معظم الشركات الألمانية الكبيرة والمعروفة مثل سيمنز وغيرها والتي لديها تعاقدات مع وزارة الصحة، ماشيين بالتعاون معهم، ماشيين بالتعاون مع الدول الكبرى والجامعات العالمية والمؤسسات الصحية المعروفة لغرض العمل على تطوير العمل في وزارة الصحة. هذا أخواني بشكل سريع ما أنجزناه خلال المئة يوم ضمن البرنامج الحكومي وبرنامج وزارة الصحة. شكرا جزيلا. معالي الوزير السلام عليكم. السلام. لو كانت الانواع العراقيه يعني سؤالين اذا تسمح لي، سؤال حول الضمان الصحي، يعني المستشفيات يعني تحتاج الى تاكيد البنى التحتيه، هل الوزاره جاهزه لتفعيل الضمان الصحي ضمن وجود المستشفيات يعني ذات بنى تحتيه كامله؟ السؤال الثاني حول الادويه، تحدثت عن الادويه، لدينا في اغلب الوزارات نقص في الادويه وخصوصا في ادويه المزمنه، الادويه المزمنه والسرطانيه، هل ممكن تامينها خلال هذا العام؟ شكرا جزيلا. بالنسبة للضمان الصحي إخوان، المرحلة الأولى من الضمان الصحي تقدم الخدمات عن طريق الأجنحة الخاصة في وزارة الصحة ودار التمريض الخاص، إضافة إلى المستشفيات الأهلية التي سيتم التعاقد معها وفقا للمعايير الموضوعة من قبل هيئة الضمان الصحي. مشروع تأهيل المستشفيات ومشروع جاري يشمل المستشفيات العامة والأجنحة العامة التي لا تقدم خدمات الأجنحة الخاصة، لكن الأجنحة الخاصة ودار التمريض الخاص الآن بتأهيل هي أعتقد من ناحية البنية التحتية مؤهلة لاستقبال المراجعين من حيث الكوادر البشرية وكذلك من حيث الأدوية، مع العرض أنه تقدم هذه الخدمات من قبل شركات متخصصة عائدة إلى العيادات الشعبية. وزارة الصحة لا تجهز الأدوية لهذه المراكز على اعتبارها أنها تعمل بنظام الشركات وسوف تتعاقد مع هيئة الضمان الصحي. بالنسبة للأدوية الحقيقة هو ملف واسع، وشهدت الوزارة فترات طويلة من التلكؤ في هذا الملف، وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على قضيتين. القضية اللي تمثل 80% هي قضية الموازنة، توفر الموازنة اللازمة، وال20% تتعلق بأداء الوزارة. في حال توفر الموازنة ممكن أن تتوفر هذه الأدوية. أتحدث عن 2021، الموازنة 1,300,000,000، يعني بحدود مليار. ونقسم هذا المليار على 40 مليون، منتحسبها بالشهر إيش قد يطلع المواطن العراقي؟ يطلع بحدود 4,000 دينار، هي تشمل الأدوية والمختبرات وفحوص الأشعة وغيرها، وهذا الرقم غير كافي. إحنا الحقيقة موعودين بهذه الموازنة بأولوية القطاع الصحي. عندما تتوفر الموازنة أنا باعتقادي المسؤولية تكون أكبر على وزارة الصحة، الاستخدام الأمثل والرشيد ومكافحة الفساد والشفافية في موضوع الأدوية والخدمات الصحية. لحد إحنا يوم أمس في الشركة العامة للأدوية أعلنت المناقصات منذ بداية العام، سنوياً تتأخر إلا بعد قرار الموازنة. هالسنة ابتدأنا مبكراً نكمل كل العقود، نهيئها على الأقل العقود المستوفية للشروط ونمشي بعملية التعاقد، وعندما تأتي الموازنة تكون الأمور كلها جاهزة للتوقيع، بالتالي نختصر الزمن.
توقع الوضعية إن شاء الله خلال النصف الثاني من السنة، توقع إن شاء الله الموازنة ما تأخر، خلال النصف الثاني من السنة سيكون هناك فرقا واضحا في تجهيز الأدوية والمستلزمات في مؤسسات وزارة الصحة. تفضل حضرتك. سيد علي مراسلكم بالسنة 24. دكتور، نتحدث اليوم عن حصة تقريب البستان من الأدوية، خصوصاً الأدوية السرطانية. يعني نعرف أن المستشفيات تكون بستان كثير طبعاً من المصابين بهذه الأمراض يتوجهون للعلاج هناك، لكن هناك أيضاً شكوى من قلة الأدوية، خاصة الأدوية وقلة الأدوية الخاصة بهذه الأمراض. طبعاً إقليم كردستان بموجب قانون الموازنة تأخذ حصة هي بقدر الحصة المقررة لها بقانون الموازنة، سواء 17%، 14%، 12.5%، والأدوية ضمن النفقات الحاكمة. فإذا خصص لوزارة الصحة تريليون يكون حصة كردستان مليار، العفو 170 مليار إذا كان 17%، إذا أقل حسب النسبة. بما أنه بصورة عامة هناك تلكؤ في موضوع الأدوية في وزارة الصحة بصورة عامة، هذا ينعكس على كردستان أيضا، لأن مستشفيات كردستان تأخذ حصتها من وزارة الصحة. في حال تحسن الوضع الدوائي في وزارة الصحة ونجاح الخطة الحالية بالاستيرادات، فبالنتيجة كردستان أيضا ينجح عندها ملف الأدوية. أتحدث عن المستشفيات الحكومية، أما عن القطاع الخاص هذه قضية أخرى. تفضل. السلام عليكم. السلام. معالي الوزير محمد مهيب مكاتب غد براسل. على وجه حول ملف توطين الصناعة الدوائية الوطنية، يعني أشرتم أن الوزارة تتجه حاليا إلى التعاون مع المصانع الوطنية في هذا الملف. يعني كم سيوفر للعراق يعني فارق الأسعار عن الاستيراد الخارجي، إضافة إلى ملف تجربة المستشفى الكابولي، هل سنشهد في مستشفيات أخرى بدأت التجربة نفسها أم أقل جودة في ناحية التأهيل؟ شكرا جزيلا. الملف الأول توطين الصناعة الدوائية هو ليس ملف يعني يوفر عملة وطنية وملف اقتصادي فقط بالنسبة لأي بلد. توطين الصناعة عادة يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد، يؤدي إلى مكافحة البطالة، يؤدي إلى مكافحة الفقر، توفير فرص عمل. هذا جانب. الجانب الثاني هو الأمن الدوائي. عندما تكون الأدوية منتجة داخل العراق تكون المؤسسات الصحية في مأمن بسهولة الحصول على هذا الدواء، وبالتالي توفير الأمن الدوائي. إحنا ماشيين بهذا الاتجاه، وأعطي مثل على الفرق بين الدواء المنتج بالعراق ودواء منتج مستورد من الخارج. أحد الأدوية إحنا نستورده بحدود $5,000، شوي أكثر من $5,000، أنتج مصنع وطني بنفس الجودة والكفاءة ب4,600,000 للعلبة، يعني بحدود $3,000 وشوية. ففرق وليس بالقليل، بالنتيجة سيوفر مبالغ كبيرة، إضافة إلى أن المصنع داخل العراق، سهولة توصيل الدواء، أيضا المراقبة تكون أسهل في حالة وجود أي خلل. هذا التأثير المباشر، التأثير غير المباشر تحدثت عنه. أما بالنسبة إلى التأهيل، حقيقة مستشفى الكاظمية هي تجربة فريدة، وإن شاء الله إحنا ماشيين الآن بالكندي وابن البلدي. التأهيل لا يقل جودة، لكنه مشكلتنا أنه إحنا نأهل والمرضى موجودين، فبالنتيجة نأهل ردهتين أو 3 ردهات، ننقل المرضى إلى الردهات المؤهلة ونأهل الردهات الأخرى. ويا محافظة بغداد لدينا مثل ما قلت 4 مستشفيات خلال المرحلة الأولى، في كل محافظة هناك مستشفى، وأيضا لدينا مع الجهد الهندسي مستشفى الطفل المركزي. إن شاء الله إحنا متابعين، دولة رئيس الوزراء مهتم بهذا الموضوع شخصيا، وأتوقع أن يكون التأهيل في نفس المستوى، إذا كان أقل فيكون أقل بدرجة قليلة. تفضلي حضرتك. مرحبا، أهلا وسهلا بك. أهلا. أولا بالنسبة إلى تسعير الأدوية، مشروع كامل وجاهز في دائرة العيادات الشعبية، أيضا هو عقد استثماري مع قطاع خاص، ونقابة الصيادلة لديها بعض التساؤلات حول هذا الموضوع. نأمل أنه يتم الاتفاق بين نقابة الصيادلة الجهة المعنية ووزارة الصحة متمثلة بالعيادات الشعبية، وفي حال الاتفاق سيطلق المشروع إلى ساحة العمل، وسيكون هناك مو فقط تسعير أدوية، إنما ما يسمى بتتبع الدواء. هذه
الاستيكر اللي يوضع على الدواء، ممكن أن تتبع حركة الدواء ابتداء من دخوله إلى العراق لحين وصوله إلى المستهلك. هذا جانب، هذا سؤال ثاني. السؤال الأول، إحنا كوزارة صحة إحنا مو معنيين بإنشاء مصانع، إحنا معنيين بتشجيع إنشاء المصانع، لأنه إحنا وزارة صحة، إحنا لسنا وزارة صناعة. التشجيع يأتي من خلال جملة من الإجراءات تم الاتفاق عليها، تبدأ بالتسجيل، تبدأ بإجازة المصنع، تبدأ بفحص الأدوية، تبدأ بالتعاقدات معهم، تبدأ برفع المقترحات. مثلا رفعنا مقترح اللي هو تقليل الرسوم الجمركية للمواد الأولية التي تدخل في الصناعة الوطنية، للمكائن التي تدخل في الصناعة الوطنية. احنا جادين بهذا الاتجاه، لأنه نؤمن في حالة توفر أدوية لن تكون يعني من مصانع وطنية، لن يكون هناك تساؤل لدى المواطنين عن نقص الأدوية. فإن شاء الله جادين بهذا الاتجاه. تفضلي. طبعا الضمان الصحي اخوان راح يقدم خدمات، هذه الخدمات للمشمولين بالضمان الصحي، والضمان الصحي راح يكون على مراحل. هذه الخدمات تشمل ما يسمى بحزمة الخدمات الأساسية، اللي العمليات سواء كانت عمليات كبرى او عمليات خاصة. العمليات الخاصة هي اللي اكثر تعقيدا من الكبرى، راح تكون مشمولة ضمن حزمة الخدمات التي يقدمها الضمان الصحي. أما بالنسبة إلى مرضى الثلاسيميا، فالضمان الصحي سوف يطبق بالتدريج. المرحلة الأولى من الأمراض التي تشمل هي مرض التوحد، من نجي على المرحلة الثانية أيضا نضيف مرض، وهكذا. إحنا عندنا قائمتين من المعفيين، قائمة الأولى قائمة الرعاية الاجتماعية، مواطنين معفيين اللي هم الرعاية الاجتماعية، والقائمة الثانية عندنا أمراض معفية اللي من ضمنها الثلاسيميا، لكنه تدخل إلى الخدمة ضمن الضمان الصحي بالتدريج. تسعيرة الدواء تحدثت عنها قبل شوية، وأتحدث عن تسعيرة الخدمات الطبية المقدمة بالعيادات. نقابة الأطباء لديها تسعيرة، وهذه التسعيرة معلنة. الاستشاري الحد الأعلى، الاستشاري الحد الأعلى 40,000، بين 25 إلى 40، والأخصائي أقل والطبيب الممارس أقل. ما تحدثت عنه بخصوص تسعير الأدوية وفوضوية سوق الدواء في العراق، المشروع اللي موجود في وزارة الصحة، دارة العيادات الشعبية من خلال التسعير وتتبع الدواء، إضافة إلى تشديد الإجراءات على المنافذ الحدودية، والآن نتحدث برفع نسبة الضريبة والرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة التي لها مثيلات تنتج داخل العراق. هذه كلها إجراءات ممكن أن تسهل هذه العملية. إحنا الآن عندنا تقريبا في وزارتنا من مجموع 625 عقد و 625 دواء بالقائمة الأساسية، 50 منها الأدوية النادرة، فيبقى بحدود 575، 130 دواء عراقي. نطمح تكون 260، نطمح تكون 300. كل ما يزداد إنتاج الأدوية كل ما يتحقق الهدف اللي حضرتك طلبته. بخصوص هذا التعامل الغير مقبول والغير قانوني، والذي يمثل خرقا وثلما للأخلاق المهنية، اللي هو ما وصفته حضرتك بالوصفة المشفرة وصفته بالاتفاقات، فالعمل مع الأخوان في نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ودائرة التفتيش في وزارة الصحة، العمل جاري الحقيقة، لكنه يحتاج وقت حتى نقدر نحقق الهدف من عنده. أكو قضيتين. القضية الأولى أنه مراكز تجميل غير المجازة، واللي الآن القائمة موجودة لدى وزارة الداخلية، طلبنا غلق. نعم، طلبنا غلق 72 مركز غير مجاز.
وايضا عندنا المجازه والتي ترتكب مخالفات. انا هذه اللحظه قبل ما اجي المؤتمر الصحفي صادقت على تقصير احد الطبيبات في احد المراكز التجميليه من خلال عمليه ادت الى وفاه المريضه، فصادقت على القرار اللي جاي من دائره التفتيش من اللجان التحقيقيه انه مقصريه الطبيبه، وهو كان بناء على طلب من المحكمه. فاحنا نتابع هذه القضايا ومستمرين بها ان شاء الله. وايضا احنا من الداعين انه وادعو المواطنين لحقيقة سلوك طريق القانوني. طريق القانوني يحقق لنا اولا الالتزام بالقانون والنظام، كذلك يضمن حقوق سواء كان الطبيب اذا كان اجراءاته صحيحه، وايضا حقوق المواطن اذا كانت الاجراءات غير صحيحه وادت الى خطا طبي. هذا حتى يقلل لنا الابتزازات، يقلل لنا المطالبات غير المشروعه، التهديدات. فايضا دعوه للمواطنين بالتزام السلوك القانوني من خلال اللجوء الى القضاء. نعم، تفضل حضرتك. عندنا الحقيقة الآن حدود 45 مستشفى قيد الإنشاء، وعندنا 15 مستشفى حديثاً لم نشرع بإنشائها ضمن الاتفاقية الصينية. هذه موجودة إن شاء الله ضمن المشروع في الأقضية، في كل قضاء مستشفى جديد بسعة 100 سرير. الآن إحنا في مرحلة التصاميم والمصادقة على التصاميم، وهي ضمن الخطة الاستثمارية للحكومة العراقية لعام 2023. في بغداد المنشآت اللي موجودة سواء على مجلس محافظة بغداد، موازنة مجلس محافظة بغداد أو وزارة الصحة، في حال إكمالها راح تضيف بحدود 2190 سرير لبغداد، وأعتقد هذا الرقم كافي. احنا جزء من حكومة، وزارة الصحة جزء من الحكومة، لدينا عمل مع وزارة الداخلية، والحقيقة هي شهدت قبل فترة حالات اعتداء على موظفين في وزارة الصحة في بعض ردهات الطوارئ، وصار اتصال بالأخ وزير الداخلية وكانت استجابة فورية. عندنا عمل مع وزارة الداخلية، أيضا قضية اغتيال الطبيب المرحوم، لجنة على مستوى عالي تتولى التحقيق في هذه القضية. لا نعلم ما السبب بالحقيقة، لكن ننتظر نتائج التحقيق. احنا كوزارة صحة جزء من واجبنا هو حماية كوادرنا، وحماية كوادرنا من خلال المنظومة الأمنية اللي موجودة داخل العراق بالتنسيق مع هذه الجهات الأمنية وبرعاية مباشرة واهتمام مباشر من دولة رئيس الوزراء. آخر سؤال انت سألتي، واحد ما سأل. آخر سؤال تفضل. أهلا ومرحبا. طبعا بالتأكيد احنا لدينا رقابة على القطاع الخاص من خلال دائرة التفتيش قسم البوسات غير الحكومية، ورقابتنا مستمرة. في بداية كل زيارة تفتيشية خلي أقول أو أي زيارة إلى هذه المستشفيات يؤشر مواطن الخلل، توجه إنذارات لهذه المستشفى لغرض تصحيح هذه المواطن. وبالتالي إذا لم يكن هناك تصحيح هناك إجراءات بموجب قانون أولا الصحة العامة وإلى القوانين الأخرى السارية المفعول. جزء من مشروعنا في وزارة الصحة هو تحديث معايير إنشاء المستشفيات، وتحديث تعيير العفو معايير إنشاء هذه المستشفيات الخاصة باتجاه أن تكون هذه المستشفيات متكاملة الخدمات. يعني اللي يدخل إلى مستشفى أهلي
أي شيء يحتاجه سواء من أداة تشخيصية أو علاجية أو دوائية يجب أن يكون متوفراً في هذا المستشفى. حالياً ما موجود هذا. هذه المعايير الجديدة إن شاء الله اللي بناء على أساسها راح نعطي إجازات للمؤسسات والأشخاص الراغبين بإنشاء مستشفيات خاصة مستقبلاً. أنا أشكركم شكراً جزيلاً وممتن جداً لحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.